بمناسبة عيد القديسين متى الرسول وفيلومينوس الشهيد، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي للأحد الثامن من لوقا، وذلك في كنيسة رقاد السيدة العذراء بالمفرق، بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع محدود من المؤمنين. وخلال عظة القداس استهل سيادته كلامه بالإشارة إلى أن الكنيسة عليها أن تؤكد على أبنائها حقيقة بأن يحيوا حياة المسيح في هذه الحياة، لأنه بالمسيح يكون لنا وجود وكيان فقط. إنجيل اليوم بضعنا أمام مسؤولية كبيرة، كل واحد فينا قديش علينا أنه نعمل حتى نرث الملكوت السماوي، والكنيسة وأبائها والإنجيل بيوضحوا لنا بكل وضوح إنه السيد رح يكون ديان عادل، اللي ما في محاباة، ما في أخذ بالوجوه، مين أنت وشو كنت، ما في، الكل رح نمثل سواسية أمام المنبر الإلهي لكي ندان. قديش مهم إنه نحنا نعي إنه نحن مدعوين لحياة أبدية. قديش مهم إنه نقدر تفهم أهمية التوبة في حياتنا. قديش مهم إنه ندرك أهمية الصلاة واقتناء الفضائل في حياتنا. هاي هي الكنيسة كمستشفى اللي بدها تطببنا، بدها تعالج ضعفاتنا، شهواتنا، أمراضنا، كبرياءنا، غرورنا، كل هذا الإنسان العتيق، إنسان الخطية. الكنيسة بتساعدنا حتى نتطبب، نتعالج. وقديش مهم إن نحن نصغي لصوت طبيب نفوسنا وأسرادنا اللي هو يسوع الحلو العذب، اللي دائما حضنه مفتوح حتى يسمع كل واحد فينا. ولكن نحن لازم نكون متواضعين حتى نقدر إنه نسمع صوته. وفي ختام عظته هنأ سيادته الجميع ببدء صوم الميلاد المقدس، متضرعا من الله أن يمد الجميع بالمعونة والبركة لحياتهم. وفي نهاية القداس أقام المطران خريستوفوروس خدمة صلاة النياحة عن راحة نفس المرحوم توفيق سماوي والدي قدس الأيكونوموس ديمتريوس السماوي، متضرعا نحو الناهض من بين الأموات أن يغفر له ويحصيه مع الأبرار والقديسين. ليس قدوسا مثلك أيها الرب إلهي، يا من رفعت قرن المؤمنين بك أيها الصالح، وثبتهم على صخرة الاعتراف بك. أن كل الأشياء باطلة والعمر إنما هو ظل ومنام، فباطلا يضطرب كل أرضي كما قال الكتاب، فإننا حين ربحنا العالم سكننا القبور حيث يوجد الملوك والفقراء معا، فأرح إذن أيها المسيح عبدك المنتقل عنا بما أنك محب للبشر. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين.